لكل ولادي الحلوين يلا بينا نصلي على نبينا سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. يلا نكمل مع بعض أسماء الله الحسنى، كل اسم معناه إيه؟ المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم. المتكبر يعني الكبرياء والعظمة، الله سبحانه وتعالى هو الذي له الكبرياء في السماوات والأرض، سبحانه ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. الخالق هو الذي أخرج الأشياء من العدم إلى الوجود، هو الله سبحانه وتعالى وقدرته على خلق كل شيء. البارئ هو الذي وهب الحياة، هو الخالق سبحانه وتعالى. المصور يعني الذي صور شيء وجعل له صور مميزة، هو الذي يميز مخلوقاته عن بعضها، هو الله سبحانه وتعالى. الغفار هو كثير المغفرة، الذي يستر العيوب ويتجاوز بعفوه ومغفرته عن ذنوب عباده، هو الله سبحانه وتعالى. القهار يعني الغلبة والسيطرة، هو الذي أخضع كل شيء وسيطر عليه، هو الله سبحانه وتعالى. الوهاب يعني وهب، هو الذي أعطى، هو الله سبحانه وتعالى يهب عباده من عظيم فضله. الرزاق هو الذي يعطي عباده بما يحتاجونه ويرزقهم بكل شيء، هو الذي يرزق الطير ويرزق البشر، هو الله سبحانه وتعالى. الفتاح هو الذي يفتح أبواب الرزق والرحمة لعباده، هو الله سبحانه وتعالى. ودايما نقول اللهم افتح علينا برحمتك، اللهم آمين. العليم هو العالم بكل شيء، علمه بما كان وبما سيكون لا يعلمه أحد غيره، هو الله سبحانه وتعالى. واستنوا باقي معاني أسماء الله الحسنى في الفيديوهات اللي جاية بإذن الله. ابعتوا الفيديو لكل أصحابكم وما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة من حدوتة جين.